خليك وراه، ما يغيبش عنك لحد ما يقف وراه. لا 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 يا ستي، بصي بقى، انا يعني انا الحكمه اللي انا مؤمن بيها في حياتي والمبدا اللي انا ماشي عليه، اديني حب اكتر اديكي شويه سكر، لكن مش هتديني حب اكتر مش هتلاقي عندي سكر. خلاص بقى كفايه كده سفاله. ها يلا باي. دكتور سامي كابر، سير الحي اتلاقى يا واد عمي كابر. ايه ده؟ لا لا لا، في ايه؟ جرايه يا جابر، احنا جرايه يا واد عمي، حد يجري مع الناس كده؟ ما انت بتعرف تتكلم زي الرجاله. اه ما ليه بقى عوج لسانك وعامل فيها بيه يا ولد شربان؟ كابر كابر، احنا لسه اتفقنا. انت ايه اللي مخططك كده؟ اتفقنا ناخد حقي وادي احنا فيها اهو، ادي احنا فيها. تعال انا مستنيك عشان اديك حقك، تعال اديك حقك يلا. سألك ده الاول كان حق سنه اتنين خمسه كيف اللي خدتهم واتسجنتهم، لكن دلوقتي فوق حق السجن حق خيانتك يا سامي. خيانتي؟ خيانت انا؟ سامي يخون جابر ابو شديد؟ سامي ده لو قادر يغفلني في كحلة عيني هيعملها. ثلاثة بالله العظيم. تمام تمام فهمت. انت مراتك بقى الظاهر قلبتك عليا. مرات اللي رحت قلت لها ان قتل قتلة. اديني دلوقتي ابقى صح قتل قتلة. جابر مش يلا بينا؟ يلا بينا ايه؟ يلا بينا ايه؟ ما تخافش هنكمل كلامنا جوه. كمل كلام. تعال تعال يا اخو، تعال يا اخو، تعال تعال تنور بيت اخوك يا حبيب، تنور بيت اخوك. تعال تعال، انا جبت بيت جديد هيعجبك قوي. تعال ايه ده كله يا سامي؟ انت ما طلعتش نادل بس، ده انت طلعت سفاح كمان. وماله يا اخوي؟ كل اللي تشوفه غلط اعمله. بقى راجل حد يرمي صاحبه في السجن وما يسالش عليه؟ دي اصول برضك؟ طب اسال يمكن الحساب يخف من عليك شويه.